نقص 3 كيلوغرامات. الأخضر يعني الحديث في الاستديو كان عن مستوى الكابتن نشأت، معنا هو الآن للحديث حول هذا الأمر. نشأت يعني مستواك في مباراة اليوم لم يكن على ما كنا نتوقع يعني منك، ماذا تقول؟ لا بالعكس، الحمد لله والشكر. أعتقد أنه الأداء كان أداء جماعي أكثر ما أنه كان فردي. الأهم أنه من المستوى الفردي أنه الفريق ظهر بصورة جيدة في المباراة، حصلنا على ما كنا نبحث عنه اللي هي 3 نقاط ونتأهل إلى الدور الثاني. أكيد يعني هذه مسألة طبيعية أنه تكون أخطاء داخل المباراة، لكنه أعتقد أنه كانت في مباراة كانت فيها إيجابيات وفيها سلبيات مو بس نشأت. أتمنى أنه اليوم حققنا رغبتنا ورغبة جمهورنا بصفتنا كبطل آسيا كممثل العراق، أفرحنا شعبنا أفرحنا جمهورنا. نقول الحمد لله وشكر على كل شيء. أتمنى من اليوم أنه احتفالات اليوم تنتهي ما انتهى اليوم، ركز فيها المباراة القادمة إن شاء الله راح تكون أصعب. هل تعتقد أن مستوى المنتخب العراقي يعني بهذا الظهور هو بحاجة إلى المزيد من العمل والاجتهاد حتى يستطيع الحفاظ على اللقب؟ ما نشكك بمستوى وقدرات اللاعبين، ممكن في ناس شككت بمستويات وقدرات اللاعبين، شككت إنه قالت المنتخب فيه مشاكل وفي كثير أمور، لكنه إحنا نشاهد داخل الملعب روح واحدة قلب واحد، احنا نمثل العراق نمثل شعب واحد. هذا المعروف على اللاعبين العراقيين. كثير ناس شككت رادت تزعزع الامور داخل المنتخب العراقي، لكنه اثبت المنتخب العراقي ولاعبين المنتخب العراقي انه احنا كليتنا قلب واحد وروح واحده، والحمد لله انه الفريق بدا اداء يتصاعد من مباراه الى مباراه وبدنا نشوف احنا النتائج الحمد لله. انا اتحدث عن نواحي فنيه، يعني مستوى المنتخب العراقي من ناحيه فنيه هل بحاجه الى المزيد من العمل والاجتهاد حتى تستطيعوا الحفاظ على اللقب؟ احنا طموحنا ما يوقف، يعني طموح ما يتوقف عند مباراه، يعني انه اكيد انه من مباراه الى مباراه ندرس الاخطاء اللي احنا نقع فيها داخل الملعب ونصحح من عندنا. مدى احنا في مباراه ايران الاولى كانت عندنا بعض الاخطاء داخل الملعب، في مباراتنا مع الامارات ما كانت الاخطاء اللي كانت فيه، وكذا والعكس هم نفس الشيء. احنا في مباراتنا اليوم ما كانت الاخطاء اللي ارتكبناها في مباراتنا مع الامارات ما كانت موجوده الحمد لله والشكر. ممكن انه جتنا فرص كثيره لكنه ما استغليناها، نقول الحمد لله والشكر على كل شيء. سامر، يبدو ان اوزان بعض اللاعبين ايضا بدت واضحه. نشأت مثلا 3 كيلوغرامات يبدو وزن زائد. نشأت هناك سؤال من الاستوديو من الأخضر بالريش يقول أن وزنك ازداد 3 كيلوغرامات. اسأل نفسه هو اللي زايد يوميا يشوفني يقول أنا اللي زايد هو اللي زايد، لا تكثر من الحلويات. شكرا ومبروك الفوز كابتن نشأت أكرم، والأخضر يبارك لك من الاستوديو وكل الحضور. مبروك للعراقيين ومبروك للأخوان اللي بالاستوديو بصفتنا نحن نمثل العرب. شكرا جزيلا. شكرا أخضر، ونعود إليكم.